السلام عليكم. دلوقتي لو انا عندي اي رامب او عندي اي حاجه فيها ميول، ازاي اتعامل معاها؟ خلينا نفترض كده مثلا ان انا هاجي هنا على امبورت موديل، تمام، وهقول له مثلا ان انا عايز الشكل دوت او الشكل دوت، اي شكل من الاشكال، وهقول له ان انا عايز اعمل له امبورت هنا اهو، وبعد كده عايز اعمل له روتيت، لان هو كده في نفس الحاجه، فانا عايز اقول له لا انا عايز اعمل روتيت للشكل دوت اهو، فابدا اطلع بيه سنه صغيره. حس يبقى خليها مثلا على سبيل المثال ده مثلا اهو في ميل، وهبدا اقول له مثلا طب لو انا عندي عربيه موجوده هنا، ونختار العربيه اللي احنا عايزينها، تمام، وهبدا اعمل لها روتيت. خلي بالك انها واخده نفس الشكل بتاع السطح، فانا هقول له بس روتيت، وممكن تظبطها زي ما انت عايز على المسطح، بس ده مش اللي انا عايزه، انا عايز تتظبط اوتوماتيك. فانا ايه هبدا اقول له خلي ده على زيرو كده، وهبدا اقول له ده عايز الف العربيه اهيت كانها طالعه المنحنى اهوت. طيب هاجي هنا من الادفانسد، هتلاقي ان انت تقدر تغير اللون بتاعها زي ما انت عايز، تقدر تحطها على اي لاير، تغير مكان اللاير بتاعتها، تقدر تعملها قفل بحيث محدش يقدر يعدل فيها، وهكذا. تقدر تقول له انا عايز اشوف السواق او مشوفش السواق، تمام، هتقول له هنا وتقول له انا عايز تعمل لي كونفيرم تو لاندسكيب، فيبدأ يشوف هو الارضية وياخد نفس الزاوية بتاعتها. يعني حتى لو دي غيرت الميل بتاعتها، هي السيارة اوتوماتيك هتظبط على الحاجة ديت. يعني لو انت مثلا حاطط اي حاجة من العناصر اللي موجودة في قلب البرنامج، وليكن مثلا الاركتشير ديت اهي، وعملت عليها سيلكت، ومجرد بس تقول له ظبطها مع الشكل هتظبط زي ما تشوف. طيب هقول له ديليت بالشكل دوت، وتعالى نعمل حركة للسيارة ديت موف، وكده اقول له ريكورد، وابدأ انزل شوية عشان ابقى شايف الشكل بتاع السيارة، تمام، وبعد كده هقول له سجل لقطة، واقول له سجل الكاميرا تانية، بحيث يبقى يحس ان هو فيديو مش صورة، تمام. وهاجي هنا، وهنا تقدر تشوف المدة بتاعتها تبقى كام ثانية، تمام، اقول له اوكي، تقدر تسرع او تبطأ، وبعد كده هديله مؤثر ان العربية بتتحرك، اقول له edit، تمام اهوت. تقدر بقى تختار الشكل دوت، تقدر تعمل له موف، تقدر تعمل له vertical، تقدر تعمل له rotate، وهكذا تقدر تختار زي ما انت عايز، تمام. خلي بالك هو اوتوماتيك بيظبطها، عارف ان في مثلا هنا انحناء، وان ده هيطلع من هنا لهنا، دي كده تعال نشوفها. تمام، انت بقى حسب الفيديو بتاعك قد ايه تقدر تظبط الوقت بتاعه، بحيث ان هو ما يبقاش فيها تكرار. هو كان اول ما خلص الفيديو رجعها الاول وقعدها تاني. دي الفكره. برضو ممكن تحط اشخاص، بس وانت تحط اشخاص يعني راعي ان مثلا لو هو شخص ما بيتحركش ما تدوش حركه. يعني لو انت دوست كده وقلت له انا عندي شخص ده مثلا واقف في مكانه، تمام، ما ينفعش اديله حركه، هيبقى شكلها رخم. ده مثلا بيتحرك، ما ينفعش اخليه يتحرك في المكان بتاعه، لازم ايه اهو، خلينا مثلا احطه هنا اهو. لما تيجي تدخل مثلا في الموفي ده شكله كده وحش، فلازم تضيف له حركه على اساس تحس ان انت واقعيه. الراجل مش بيعمل تمارين، لا ده هو ماشي في مكان يعني، تمام. هتقول له اوكي، هتلاقي الراجل ماشي اهوت، والسيارة برضو ماشية، وده واقف في مكانه وبيتكلم في التليفون.